ومعنا من مجد الكروم موفد بي بي سي عصام عكرماوي. عصام، يبدو أن الصورة من خلفك تشي بأن الإضراب يعني حقق نتائج، هل لك أن تضعنا فيها صورة أكثر؟ بالفعل نحن في مجد الكروم، هنا يوجد إضراب شامل، المحلات كلها مغلقة، المدارس، طلاب المدارس لم يذهبوا إلى المدارس هذا الصباح، الجميع التزم بالإضراب. اختيار مجد الكروم حيث سيقام بعد ظهر اليوم تجمع جماهيري يحضره وجهاء من هذه المنطقة، نحن في منطقة الجليل بالإضافة إلى أعضاء الكنيسة العرب، جاء بعد مقتل شخصين الأسبوع الماضي وتوفي شخص ثالث اليوم متأثرا بجراحه. مشكلة العنف في الوسط العربي هنا في داخل الخط الأخضر مشكلة كبيرة جدا تؤرق بال السكان والمتابعين لهذه الأمور. عضو الكنيسة يوسف جبارين تحدث اليوم وقال إن 95% من جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية تقع في الوسط العربي، وهذا طبعا رقم كبير. هناك أيضا الإحصائيات تفيد إلى مقتل أكثر من 70 شخصا منذ بداية هذا العام بالأسلحة النارية. إذن هناك مشكلة حقيقية وخطيرة حيث يتم إطلاق النار في الشارع على الناس، أحيانا يصاب المارة، هناك حالة من الفوضى وانعدام القانون، عصابات، بالإضافة إلى وجود أشخاص يحملون السلاح. طبعا الإضراب اليوم هدفه هو التركيز على أن الشرطة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا، لما يقول العرب هنا أنه تقاعسها عن القيام بواجباتها. عصام، بالنسبة إلى ما تفضلت، يعني هنالك نقطة أريد أن أفهمها، عندما تتحدث عن هذا الكمية من القتل، هل ذلك مرهون بالأجهزة بالأسلحة النارية موجودة مع الشرطة الإسرائيلية، أم أن هنالك أشخاص آخرين يستخدمون سلاح أيضا في نفس الاتجاه؟ نحن هنا نتحدث عن أسلحة نارية بحوزة أشخاص، ربما يكون أشخاص خارجين عن القانون، ربما يكون عصابات أو أشخاص يأخذون الأتاوى وهذه الأمور الجنائية والإجرامية. الحديث هنا يدور عن هذه الأوساط، تصفية حسابات بين عصابات، إطلاق الرصاص بالشارع. المواطنون هنا يقولون أن الشرطة لا تقوم بواجبها، لا تحقق بالشكل المطلوب، يشيرون إلى أن أعداد الشرطة في البلدات والمدن العربية قليلة جدا، يشيرون إلى أن الشرطة لم تبذل الجهود الضرورية مطلوبة لجمع هذه الأسلحة من أيدي هؤلاء، لذلك توفر هذه الأسلحة وبكمية كبيرة يشجع هذه العناصر المارقة الخارجة عن القانون على استخدامها. أحيانا يتم استخدام الأسلحة النارية بسبب خلاف على سيارة مثلا، أو على يعني خلاف بين بائع ومشتري في محل. إذا نتحدث إحنا عن وفرة السلاح هي التي توفر الفرصة لهؤلاء الأشخاص لاستخدامه. عصام عكرماوي موفد بي بي سي، كنت معنا من مجد الكروم، شكرا لهذه المشاركة.